الجريمة التي وضعت أسس الاكتشاف العظيم. حب النظافة الذي لا يمكن مصادفته دوما في الأوساط الراقية. وإحياء الذكرى ذات العواقب البعيدة المدى. هذا معرض أمل للوحات. تتشابك هنا الجولات الفنية المثيرة مع الصلوات الكاثوليكية الرومانية، عندما تهدأ روايات مرشدي المتحف أيام الأحد تعلو تراتيل الكهنة. جدران المبنى الذي شيد كنيسة لانتقال السيدة مريم العذراء تستمتع بالسكون أيام السبت فقط. يترأس الموكب الموسيقي طبال. جميع المشاركين رسموا في هذا الموكب بخفة، كما يقولون بالأوكرانية كمحاولة، حتى لا أعرف كيف أترجمها إلى اللغة الروسية. ربما يكون ذلك ممكنا على الطريقة الفرنسية. خلف عازف الموسيقى المذنب في هذا الحفل العريس. العريس نفسه هناك مع قبعة صغيرة، ولكن بما أن الرجال قد تعارفوا جيدا وشربوا الأنخاب، ترى خطواتهم غير واثقة. حتى العريس نفسه المرسوم في طليعة الموكب يسير متمايلا بعض الشيء. يسند العريس المتمايل والده المسنود بدوره من قبل حمى العريس. هكذا نرى رتل الزفاف المتوجه إلى الكنيسة. كان هذا تقليدا، يمكننا القول حفلا شعبيا في هولندا، وقام الفنان برسم هذا التقليد. هكذا يسمى العمل، موكب زفاف العريس. تعبر اللوحة عن موضوع إثني وفقا لفن اللوحة الهولندي. رسمت على لوح خشبي بالألوان الزيتية، حجمها 53 على 76 سنتيمترا. بالإضافة إلى الموضوع الإثني، تحمل اللوحة مفهوما أعمق. هذا مرتبط بموضوع شاع جدا في القرن السادس عشر، عرف بالخطايا السبع المميتة. ولكن أي من الخطايا السبع صور المؤلف؟ ولأي الرسامين الشهيرين تعود هذه اللوحة؟ وعلى أي من الأفعال النبيلة قد يقدم أصحاب الشرف؟ أمل اليوم مدينة ريفية هادئة، ولكنها تتحول في سبتمبر إلى مركز حقيقي لحج الحاسيديين الذين يتوافدون إلى هنا من جميع أنحاء العالم لاحتفال بالعالم اليهودي الجديد. كما وكانت أمن قبل بضعة قرون عاصمة لضفة أوكرانيا اليمنى، حدث ذلك إبان المواجهة بين الأوكرانيين والبولنديين، وتبقى كنيسة انتقال السيدة العذراء رمزاً مميزاً لهذه المواجهة التي اتحد مصيرها في إحدى اللحظات مع مصير المتحف الأوكراني. أسس في عام 1917 في مدينتنا متحف أومن للتاريخ المحلي. تعاظمت مخزونات متحف أومن للتاريخ المحلي تدريجياً مع مرور الوقت. شملت معروضات المتحف، المنحوتات والخزف، ومنتجات الفنون التطبيقية والزخرفة، كما واحتوى على كثير من اللوحات. مع مرور الوقت لم يعد المبنى القديم لمتحف أمن للتاريخ المحلي قادراً على احتواء جميع المعروضات، لذا تقرر نقل الجزء العائد لفن الرسم تحديداً إلى مبنى الكنيسة التي كانت في ذلك الوقت شاغرة بفض جهود سلطات الاحتلال السوفيتي.
مع اللوحات الأخرى وصلت هذه اللوحة إلى متحف أومن لفن الرسم، ولكن في الواقع متى وكيف جرى ذلك يبقى سرا غامضا. ربما عندما جرى جمع مخزونات المتحف منذ عام 1917 وصلت هذه اللوحة بشكل من الأشكال إلى متحفنا، ولكن كيف انضمت إلى معروضات متحف أومن للتاريخ المحلي لسوء الحظ لا توجد لدينا أي معطيات. عرف فقط الاسم الذي أدرجت تحته لوحة هولندية، وأكدت ذلك الأحداث المأساوية اللاحقة. ولكن الحفل الفني لم يدم طويلاً، لأن ليس الدين وحده لم يعني البلاشفة بل والثقافة أيضاً، لذا جرى تسليم مبنى الكنيسة بسرعة ليكون مستودعاً للأدوات المختلفة. في الأول من أغسطس 1941 احتل النازيون أومن، الذين كانوا حلفاء لستالين في بداية الحرب العالمية الثانية. لم يمر هذا الاحتلال دون أن يترك أثراً في متحف فن الرسم. بعد تحرير مدينتنا من المحتلين النازيين في عام 1944، أخرج المحتلون معهم عند انسحابهم كثيراً من المعروضات القيمة من متحفنا للتاريخ المحلي. خمس تنميشات لرامبرانت ولوحات لخوسيه ريبيرا وإيفازوفسكي وتورتشاك واللوحة الهولندية، وكانت في قائمة الأعمال التي نقلت إلى ألمانيا لوحة تسمى اللوحة الهولندية. لم يتوقع أحد في متحف أومن أن يرى اللوحة من جديد، ولكن في صيف عام 2001 صدم موظفو المتحف بخبر مذهل وانتظروا ضيوف الشرف. في عام 2001 جاء السفير الألماني في أوكرانيا ديتمر شتودمان إلى أومن مع زوجته البارونة ومع أعضاء اللجنة، وكان فيدوروك على رأس اللجنة الحكومية لتنقل القيم المادية عبر حدود أوكرانيا. وقع شتودمان سند التسليم، ووقعت أنا بصفة المدير على وصل الاستلام. كنا ممتنين جداً للوفد الألماني، ممتنين لإعادة هذه اللوحة. عادت اللوحة من ألمانيا تحت اسم مختلف، المشهد الريفي بريشة فنان مجهول. هكذا علقت لمدة 10 سنوات في متحف أومن لفن الرسم. لكن بعد 10 سنوات توجهت إلينا اللجنة المعنية بقضايا الاسترداد واسترجاع القيم، وتحديداً إلى رئيس القسم الثقافي وإدارة المتحف، لنعطيها مؤقتاً اللوحة الهولندية خلال فترة الاحتفال. راجعتنا اللجنة الحكومية لرقابة حركة الممتلكات الثقافية في عام 2010 طالبة أن تشارك لوحة الفنان المجهول المشهد الريفي في معرض المنقذة والمحفوظة والمستعادة، حيث نظم هذا المعرض تكريماً لذكرى 10 للعمل المثمر لهذه الخدمة. بدأت بيننا المراسلات، وبصراحة لم تكن لدينا رغبة كبيرة في إعطائهم هذه اللوحة، إذ شهدت تلك الحقبة موجة من السرقات في المتاحف فانتابتنا بعض المخاوف. ولكن لو علمت الموظفة بما ستنتهي رحلة اللوحة إلى العاصمة لكانت اقترحت هي نفسها أن تشرك اللوحة في معرضها. وبدأ كل شيء من الشروط التي عرضت في كييف. خلال المراسلات وعدتنا اللجنة أن تزودنا بالخبراء، لأن لوحة لم تتمتع بالتصنيف ولم يكن هناك تقدير للتأمين، لذا كانت هناك بعض الصعوبات. هكذا حضر ممثلو لجنة إعادة الممتلكات الثقافية إلى أومن بصحبة خبير فني رائد، وهي الخبيرة في فن الرسم الأوروبي ألينا جيفكابا. زرت قبل ذلك أومن عدة مرات، ولكن للأسف لم أشاهد مجموعة معرضها لفن الرسم. هكذا حصلت في هذه المرة على هذه الفرصة والتي أتاحت لي مشاهدة مجموعة هذه المتحف والعمل مع هذا العمل. الزيارة الأولى والفحص السريع لخبراء العاصمة وضع بدايات الاكتشاف العظيم.
أدهشني ثراء مجموعة اللوحات الأوروبية المعروضة هناك. لسوء الحظ كانت إضاءة المتحف في ذلك الوقت ضعيفة، لم أتمكن من رؤية تلك اللوحات التي علقت على الجدران كما يلزم، ولكن اللوحات التي أنزلت عن الجدران خصيصا بمناسبة زيارتنا والتي كان من الممكن فحصها بعناية تجرأت وقلت رأيي فيها. عملت ألينا جيفكوفا قبل ذلك على مدى عقدين ونصف من الزمن مع مجموعة اللوحات الأوروبية في متحف بوهدان وفارفارا خانينكا. بوصف خبيرة متخصصة في الفن الهولندي والفليمنكي تمكنت من تعريف تلك اللوحة التي اعتبرت عملا لرسام مجهول وسميت إذا لم تخن ذاكرتي مشهد ريفي. تمكنت من تعريفها على أنها عمل يعود لورشة بيتر بروغل الأصغر، واستطعت أن أمنحها اسما، فالاسم الصحيح لهذا العمل التشكيلي هو موكب زفاف العريس. بيتر بريغل الأصغر هو من سلالة بريغل العريقة التي جذبت مقدري فن الرسم على مدى 5 قرون تقريبا، والتي قدمت للعالم أكثر من فنان من الدرجة الأولى. ولكن أهمهم بالطبع كان مؤسس هذه المدرسة بيتر بروغل الأكبر موجيتسكي، الذي عاش في القرن 16 في مدينة بروكسل وكان لديه ابنان. كان عند بيتر بروغل الأكبر ولدان، الابن الأكبر زاول الرسم وورث ورشة عمل أبيه وأنشأ مدرسته الخاصة بالرسم. إن كنتم تذكرون حكاية القط ذو الجزمة ستذكرون أنه كانت هناك مسألة متعلقة بابنان اثنان، الابن الأكبر يحصل على كل شيء بعد وفاة أبيه والأصغر يحظى بالقط فقط. يتوجه بسبب ذلك في رحلة فيخوض كثيرا من المغامرات وبالنتيجة أصبح الدوق كاراباس. هذا ما حدث تقريبا مع أبناء بيتر بروغل الأكبر. لم يتعب الأهل كثيرا في اختيار اسم ابنهم الأكبر فسموه مثل أبيه بيتر، وبالتالي حصل على اسم بيتر بروغل الأصغر. عندما كان الولد في سن الرابعة توفي أبوه للأسف، ولكن الفتى أبدى حبه للرسم منذ الطفولة، وها هو الولد يشب ليكمل عمل والده. الابن الأصغر لبيتر بروغل الأكبر يان كان مثل ذاك الذوق كاراباس الذي لم يحصل عمليا على إرث من أبيه. كان بيتر بروغل الأصغر رساماً مثيراً للغاية وأبدع العديد من الموضوعات، مثلاً يوجد في متحف خانينكو لوحة للرسام تدعى العائد من كرميس أي من العيد، ويعتقد أن الفنان نفسه ابتكر هذا الموضوع. من المحتمل أن تكون هناك لوحة موازية موكب زفاف العروس، لأن بيتر بروغل الأصغر رسم عددا من الأعمال من سلسلة موكب الزفاف. إذا لم نأخذ بالحسبان متحف الأرمتاج وربما متحف بوشكين، فإن متاحف أوكرانيا أكثر غنى بمجموعات الرسم الأوروبي. وصلت هذه اللوحة إلى مجموعة خاصة في ألمانيا وجامع اللوحات نفسه بعد أن علم أنها من أعمال بيتر بروغل الأصغر، أي تحديداً لوحة موكب زفاف العريس، وأنها كانت من معروضات متحف أومن للتاريخ المحلي. بادر بنفسه وكتب وصية كي تعاد اللوحة بعد وفاته إلى متحفنا.